يمنى يمنى يمنى، ممكن توقفي نتكلم؟ نعم، نتكلم في ايه؟ انت مش بعتلي تقولي مفيش حاجه هينفع تكون ما بيننا وقفلت موبايلك وهربت؟ ما انا عايز افهمك اللي حصل. مفيش حاجه في الدنيا تبرر اللي حصل. جرؤه جايه تقبض عليه. ابني انت تعبان في دماغك؟ هما مين دول اللي قبضوا عليه؟ البوليس في الهند قبضوا عليه، وناس كتير هناك رفعوا عليه قواضي تحرش ونصب واحتيال وحاجات تانية كتير. بجد الف مبروك. انا مال امي يعني؟ كل الكلام اللي قالوا علينا ده اي كلام يمنى، انا بجد اسف جدا. والله هو طلع نصاب طلع كذاب، مش دي المشكله. المشكله فيك انت يا منتصر، انت بتدور على اي حد يمشي لك حياتك، يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، عشان انت ما تبقاش مسؤول عن قراراتك وتعرف تهرب من اي حاجه براحتك. يمنى انا عارف ان الطريقه اللي انا مشيت بيها تضايق. انا ما بتكلمش علينا احنا بس، انت سبت شغلك ودراستك ومراتك بنفس الطريقه. انت محتاج تقعد مع نفسك كده وتفكر في كل حاجه انت عملتها، زي ما انا قعدت مع نفسي افكر انا ايه اللي كان عاجبني فيك وما لقيتش حاجه. طب ممكن تديني فرصه ثانيه؟ كان فيه وخلص. اللي بينا ما لحقش يبدا عشان يخلص. بالظبط، الحمد لله انه ما بداش.